السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع: ماذا يفعل الموتى الآن؟ الموتى إنهم الآن أحياء في عالم لا نوم ولا زمن فيه، ينتقلون من مكان إلى مكان بأسرع من سرعة الضوء، بخفة ورشاقة. إنه عالم حياة البرزخ. المؤمن له حسن الترحيب والضيافة من ملائكة الرحمة. إنه انتقل إلى عالم جميل بديع رائع، فيه رفع الدرجات، وفيه إعلاء واحترام وتكريم وتشريف. فيكون المؤمن منعما وكأنه في روضة من رياض الجنة، في اطمئنان وهدوء وراحة وسعادة لغاية يوم القيامة. أما الكافر أو العاصي والمجرم والظالم، لا تفتح له أبواب السماء، درجته هاوية منخفضة أسفل السافلين، محتقر مهان من ملائكة العذاب الأشداء الغلاظ، وفي ظلام كثيف وكأنه في حفرة من حفر جهنم. فيكون تعيسا خائفا مرعوبا مرهق مهانا ذليلا لغاية يوم القيامة، لأنه يعرض على النار عرضا وليس إدخالا. يعرضون على منازلهم في النار والتي سوف يدخلوها يوم القيامة، فيشعرون بالتعاسة والذل والخوف والهم. ويوم القيامة يدخلوا النار بجسمهم الجديد.